التي تشهد حاليا احتفالات مصر بحدثين مهمين في تاريخها الحديث. الأول خاص بمرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية والتشريعية في مصر، والثاني خاص بمرور 43 عام على نصر أكتوبر المجيد الذي استطاعت مصر من خلاله استعادة كرامتها وأرضها. وأود في هذا المقام أن أعرب عن خالص التقدير لاختيار برلمان عموم أفريقيا لمصر لعقد أول جلسة له خارج مقره الرئيسي، وهو ما يعكس مكانة مصر في قلب أفريقيا، ويعكس أيضا مدى تقدير مصر لإفريقيا وقضاياها وتطلعاتها. ولا يسعني في هذا المقام وأمام حضوركم الكريم إلا أن أدعو ممثلي مصر في برلمان عموم أفريقيا إلى المزيد من الإسهام الفعال في تبني قضايا القارة والعمل المستمر للدفاع عنها وتقديم أفكار ومبادرات تدفع بالعمل الإفريقي المشترك إلى الأمام. كما أود أن أعرب عن عظيم امتناني لمشاركة البرلمان العربي في احتفالات مرور 150 عام على بدء الحياة النيابية في مصر، بالإضافة إلى انعقاده في جلسة مشتركة مع برلمان عموم أفريقيا، الأمر الذي لا يعكس فقط ترابط المصالح الإفريقية العربية على مستوى الحكومات، وإنما يعكس أيضاً وحدة الأهداف وتطلع الشعوب العربية والإفريقية لتعزيز قيم الديمقراطية وترسيخ مبادئ حكم القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063، والتي تبناها القادة الأفارقة لتحقيق التنمية الشاملة بما تتضمنه من فرص واعدة نستطيع جميعاً العمل من أجل تحقيقها في إطار شراكة عربية أفريقية تكون نموذجاً للتكامل الإقليمي.